احنا دلوقتي هنلعب سبيد سيميليتور مع يوسف. بصوا يا جماعه انا هنقول لكم كود جامد قوي، كودين جامدين قوي. قول يا خالد. الكود الاول 190 اوربز، والكود الثاني ده هيديكم البيت اللي هو معايا ومع يوسف كمان. هنا اللي هو الكود اقوى بلو ايه اللي هو ان انتوا شايفينه هنا في السكرين دلوقتي. وفي الفيديو ده بقى هنجرب كده نبقى عندنا سبيد اكتر من 1000 ونكسب الريس. ايوه بص يا جماعه بقى، انا دلوقتي كنت بلعب قبل ما خالد يصور الفيديو، كنا بلعب شويه كده، ودلوقتي 4000 سبيد. خالد كام؟ 1000. خالد 1000 وانا 4000. هشوف كده بقى اجيب الهواء فوق ده ولا لسه. اوه انا جيب بيت، اجيب بيت، اجيب بيت 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 بيت. هيطالي ايه هيبقى ايه؟ اوه انت سباركس ده، هذا ده لك انت سباركس. هنشوفه. حلو حلو حلو. بص شكله بس مش جامد، بس انا سريع قوي. ايه ايه ده 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 انا بقيت ليفل عالي قوي. قربت فاضل لي 1 ليفل هو ادوس ندخل ريس. اوش وين 1 تايم. في واحد عند الشات قال اي ويش اي وين 1 تايم، عشان هو اصلا ما كسبش خالص في اللعبه دي. انا كنت عندي حساب قوي جامد جدا، كنت جاي فيه هايبر يعني، كان كنت سريع قوي. بيدي لك 200 هيت جيمز فوق فوق عند البيت ده. سهل نارو كده. ايه العتلو؟ هفتح صندوق. يس او باكج. استنى هحاول اتنط في البيت التاني. هخش في ال 150 steps. اقدر خشيت الريت بس كنت مش جامد. انا هفتح قربت قوي عشان هخش عند اللاين اللي هيدينا 200 steps. انا دخلت عند 600 steps. بقيت ليفل 22. ماشي خلاص بقيت ليفل 8. بصوا يا جماعه برضو هنحاول لنا كودات تانية اللي احنا قلناها لكم دولت وبس يعني. بس اكتبوا الكونتات الكودات اللي انتوا عارفينها، هنقول لكم كودات تانية برضو لو احنا عارفين. هنشوف بقى في الفيديوهات الكود ده هاتردو هدو. وانتو هو بقى فرجوا على الفيديو التاني اللي هو بتاع الفيديو ده النهار هيبقى بتاع الكودات، قصدي الكودات بتاع اللعبة دي هي. واحنا بقى هنعمل البوست على الفيديو ده وهنوريها
لكم عشان انتوا بقى تعملوها وبعديها بقى تبقوا جامدين زي الناس الباقي. انا هفتح باكج دلوقتي. فانت ايه بتقولوا باكج ده؟ كريستال. كريستال باكج ما اعرفش اقول اي حاجه. انا ادخل عند حته جديده. مقدرش ده باركور يا يوسف. باركور صعب. ماشي اطلع. اكتب التاني. الحمد لله البنت دي خلاص خلاص بقت تقدر تخش الميستيريوس كيف. لا موت نو موت موت. هخش في الجرين كورس اهو يا رب بس ما يبقاش صعب قوي. يا موت قرب تاني. ويوبا اوبا ايه اوبا ليه ايه كده. انا لسه كل ده روكي وانا لسه برضه روكي. بس اخلص الباركور دي. انا قلبت قوي وقلبت. بص بص طلع لي ايه بص طلع لي في حاجه طلعت. يا دي طلعت لي تلاقي 500 ستيبس. تلاقي 500 ستيبس. واحد اثنين ثلاثة. اوبا خلصت الباركور. شكرا هنا على الستبس دول. بيقولوني هنزل دول على الكورس عشان اجيبهم تاني. لا مش هعمل كده. هدور بقى انا هدور على الحتة التانية اللي هو الباركور التاني يعني. انا لسه كنت برضو كل ده روكي. يا هذا يا روكي ديستد هبه كتير قوي. انا بيت رانر بيت رانر. الله عليك بس بيت رانر. هو شكله هو عم بتخل وسط ريس بيغا. هذا اسم الفوق هو اينا. لا خالص انا عرفت لما انا وصلت 10,000 بقيت رانر. لا انا هجرب كده. لا اخش ابقى 10,000 روح اجرب. وذ فوت تشي هي دخل في ليفل 2. استنى انا وبقيت ليفل تاني. هو فين الباركور التاني يوسف؟ هو انت ازاي لقيت الباركور التاني؟ انت ليفل كام؟ انا ليفل 11. لا انت مينفعش تخش الباركور. هو ليفل 50 اصلا. 50 ده اصلا هنا في السبيس. انا هخش كده في الريس. انا ممكن اخش اذا في حد ذوق. اذا مالهم ازاي هم هي مالهم سريعه جدا. يس Thank you.
انا بشوف خطي. ايوه الحمد لله وصلت، الحمد لله وصلت. انا هعمل فرن عليه. ايه هم دول؟ هفضل احط فيه. رحت على حته جديده. هي الحته الجديده اسمها ايه؟ لا انا ما رحتش حته جديده، انا رحت حاجه اللي هي باركور. باركور ورحت عند مدينه جديده. هو الاي اس لا هي دي ميستيريوس كيف. ايوه هي دي. هند في بس عايز امشي اهو. هعمل دي تاني. انا لسه انا اوبا اوبا وي اوبا وي اوبا وي اوبا وي اوبا وي اوبا وي اوبا. انت معاك كام دايما؟ انا معايا 461. لسه ممكن تفتح باكج او اي حاجه. ما اقدرش ما اقدرش افتح باكج. هو 300 ممكن تبقى ايه. ايه انا عملت دي تاني. انت ليه بقى ايه لك ما خلتنيش اقدر اجيبه؟ ليه بس اكتر. بس احنا كنا عندنا بقى اول يد كتير قوي 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 قوي. احنا هنكسر هذا السيرفر. والله العظيم السيرفر هيعمل كراش. هيعمل كراش. هاش السيرفر لما وصلنا كتير اذا حد ستيبس كتير قوي. دخل السباق. انا كمان. انا شايفك. انا رامع. اوبا انا كنت قربت. كنت قربت قوي. وانا كمان. بس انا روحت اصلا كنت مفروض اول التاني او الثالث او التالت. انا بقيت 16. هذا كده انا كده اقدر اخش الحتة اللي كنت روحت فيها. ان اذا هو هذا يعني اذا اذا سنو باركور. هو كان فين سنو باركور؟ تعالي كده ورايا. ماشي انا سريع. تعالي ورايا. لا لا انت رايح فين؟ ايه انا مش عارفك. انا وراك. تعالي ورايا. انت سريعة جدا. ما جدا. خلاص لا السنو حته الباركور هو السنو. يبقى ده فوق هنا حته دي فوق البيت. هي هيت بيوت. دور في كل بيت وتلاقيه. ماشي ولا ده ولا خالد عندنا. نعم طب احنا خلاص هنا لحد هنا. وسلام. استنى انا الويف عليكم. اه